الإمارات فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أتقدم اليوم الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة، ويشرفني نيابة عنهم أن أوصل بيانهم للمشاركين. اجتمعنا اليوم تحت راية جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، وهذا الاجتماع ما هو إلا ترجمة لمسيرة نهضة حضارية وفكرية قادها ورعاها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله. هذه المسيرة التي أضاءت ثقافياً ومعرفياً في المنطقة، ووصل شعاع نورها إلى العالمية، وبالتواصل ارتقت الإمارة الباسمة بالفكر والوعي الإنسانيين، وجعلت من الاتصال نهجاً علمياً في مناقشة ومعالجة مختلف القضايا المحلية والدولية، وإيماناً بأن تحقيق الطموحات والإنجازات يرتكز على الاتصال الفعال والبناء، أرادت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي أن تكون مظلة حاضنة للتجارب الاتصالية الناجحة محلياً وعربياً ودولياً. فعلى مدار 9 دورات كرمت الجائزة أصحاب الأفكار الاتصالية الرائدة والأكثر خدمة للمجتمعات، وفي كل دورة جديدة عمقت الجائزة مفاهيم الاتصال الحديث ورفعت سقف المعايير التقييمية، إدراكاً منها أن الجودة التطبيقية للأفكار والخطط هي أساس رفاه الإنسان وسعادته. اسمحوا لي باسمي وباسم أعضاء لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي أن أشكر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة على رعاية سموه الجائزة، كما أشكر سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام على جهود سموه لإنجاح رؤية إعلامية واتصالية نموذجية جمعت بين الرسالة الهادفة والآلية الفاعلة. وشكراً أيضاً للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على تنظيمه لجائزة متميزة تمكنت في كل دورة أن ترفع سقف المنافسات وتتوسع من المحلية إلى العالمية، جائزة حلقت في فضاء علوم الإعلام والاتصال وبحثت في آخر اكتشافات مداراته، جائزة تنوعت فئاتها واهتمت بموضوعات متعددة. هذا ما فتح آفاق التحدي أمام جهات حكومية وخاصة وحتى أفراد. وفي هذه الدورة تلقت الجائزة 600 مشاركة وتم قبول 250 ملفاً للدخول في المنافسة. الضيوف الأعزاء، في اجتماعات لجنة التحكيم لاختيار الفائزين أخذتنا النقاشات إلى أن بحر الاتصال عميق، ولم يكن سهلاً الوصول إلى القرار، لكن مع كل ملف مرشح أيقنا أن اختلاف مكونات الاتصال وأشكاله وأنماطه هو جزء رئيسي للازدهار والتقدم وخدمة البشرية، إذ وظفت بشكل سليم. لذلك واستعداداً لاستقبال الدورة 10 للجائزة، أوصت اللجنة أولاً بتعديل بعض المعايير اختيار الملفات المرشحة من الشركاء لضمان رفع مستوى المشاركات المقدمة. 2، إدراج فئة أفضل صورة في الاتصال الحكومي ضمن فئات التقديم المباشر وتحفيز المشاركات المتعلقة بالمصورين الصحفيين وأفراد المجتمع في مجال الصور المرتبطة بموضوع الاتصال الحكومي وتعالج قضايا جديدة. تطوير مشاركات فئة أفضل مؤسسة اقتصادية تدعم المشاريع الناشئة بعد أن تم حجبها هذا العام لعدم استيفائها للمعايير الخاصة بالجائزة. إضافة
فئة جديدة للجائزة، وهي فئة أفضل مبادرة ثقافية في الاتصال الحكومي وفئة أفضل اتصال حكومي لدعم العمل الإنساني. الحضور الكريم، في الحقيقة الجائزة هذا العام قدمت شكلاً جديداً للمنافسة عليها، فلأول مرة أطلقت أول تحدي لمبادرات المستقبل في الاتصال الحكومي الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وقد جاء التحدي بالشراكة مع حكومة زيرو ون ومعهد مانشستر MIT للتكنولوجيا. كما أقيم تحدي أفضل مبادرة جامعية لتأهيل موظفي المستقبل في التواصل العمومي بالشراكة مع جامعة الإمارات، حيث شهدنا منافسة قوية ومباشرة بين المشاركين ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي. الآن دعونا نكتشف معا مبدعي هذا العام في الاتصال الحكومي، ونشكر جميع المشاركين في الجائزة، ونهنئ الفائزين والمنظمين على مراحل النجاح، فسر النجاح هو الثبات على الهدف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.